السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. العزيز الغاليين، بغيت نقول لكم حاجة، يعطيكم الصحة على الوقفة تاعكم والتضامن تاعكم معايا على وفاة الوالدة ديالي، الله يرحمها ويسهل عليها إن شاء الله. نقول لكم يعطيكم الصحة على خويا كاع الرسائل من العائلة الفنية، الفنانين كاع بعثوا لي، وجميع واحد بعث لي يعطيكم الصحة، اللي ما قدرش نريبوندي له الله غالب، كنت أنا في الشوك وكذا وكذا، بالكم ماشي سهلة كي تروح لكيماك، مازلنا في الشوك ودعونا إن شاء الله ربي يعطينا الصبر. حبيت نقول لكم حاجه، يعطيكم الصحه، ادعوا لها بالرحمه، ادعوا لها بالرحمه. الام تاعي اللي عزيزه عليا بزاف بزاف، اغلى حاجه في الدنيا هذه راحت لي، ادعوا لي ان شاء الله ربي يصبرني ان شاء الله على الف علاقه ان شاء الله، وربي يحفظكم، الله يحفظكم، وسمحوا لي اللي ما ريبونديت لكمش الله غالب، الله يحفظكم وادعوا لها، ادعوا لها بالرحمه. وكاين واحد الحاجه نوصيها لكم، برك تهلاو 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 بزاف الوالدين تاعكم، وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.